طيب اطلقوا عليك اسم الشيخ طه اسماعيل، مين اللي اطلق عليك الاسم ده وانت بتعتز ده بالاسم ده قوي؟ هل عشان كنت صادق مع الناس نفسهم كل زمايلك اللاعبين، ولا زي ما سمعنا في الوقت ده ان الشيخ طه بيلعب المباريات وهو صايم في شهر رمضان وما حبتش تفطر، خاصه كانت مباراه الترسانه، انا بفكرك بحاجات يعني عندي حاجات هقولها هنا غريبه. فأول واحد أطلق عليك اسم الشيخ طه هو أعتقد كان كابتن حلمي المعاطي، كابتن حلمي النادي الأهلي. آه. هو كان السبب إن أنا يعني كنت بصلي في أوضة اللبس، يعني مثلا قبل نعم. التمرين أصلي العصر أو حسب الوقت أو الظهر حسب الوقت يعني. نعم. فكان بيشوفني بصلي فكان يعني بركاتك يا شيخ طه. آه. اللي خدها بقى إعلاميا الأستاذ نجيب السكاوي. هو كابتن نجيب ده اللي معلم علينا كلنا. كان نجم السكاوي هو على فكره وجنبك في المعادي. لي علاقه بيه في المعادي اسريه، كنا نزوره انا والحاجة الله يرحمها، الله وحتى يرحمه. اولاده جولي اما رجلي اتكسرت سنه 64 كان حسن صغير. ايوه كان بيسافر معانا بالشرطه حسن في افريقيا بتاع الكلام ده. فكان هو واخواته كانوا جولي المعادي. وحسام. ف احنا كنا بنتكلم على هو قال هو اللي اطلق عليك اسم ال بقى يسمى، لدرجه ان هو احيانا كان يقول الشيخ يعني كده اسم علم يعني مش لازم فلان شيخ طه شيخ طه. وجت فتره بقى كان مسمي الفرقه شيخ طه وبطانته. الشيخ طه وبطانته وبطانته. بطانه زي الشيخ طه الفاشني وبطانته. فنلعب كده يقول لك الشيخ طه انجلى والصيطه مش عارف كذا وكذا يصيطه. لا لا كان ليه مصطلحات. جبت مره جول في الترسانه. ما كان ماتش السيمي فاينال كاس اللي هو الصاي اللي فيه الصيام اللي عندك، لو مباراه الترسانه انت رفضت فيها تفطر صمت لعبت وانت صايم سيمي فاينال، وجه فاول من السنتر فعبد الله سليم بصها لي كده عشان امشي بيها. فانا رحت شايط، فطبعا الكره ماشيه امتصها بقى راحت تتنطط، حتى الجمهور بعد بقى راحت عند زعتر راحت ضربه في طوبه وراحت داخل، فالجمهور راح ميسان. فهو البركه بقى. فهو وصف الماتش ده تاني يوم قال لك ايه؟ بسمه للشيخ وحوقل. وحوقل. بسمه يعني بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوه الا بالله. حوقل دي لا حول ولا قوه الا بالله. وتاثر زعتر بكرامته ووصلت الكره كانها عصا موسى ومش عارف. وصف الجول على هذا الوصف، لان زي ما بقول لك الكره في مسارها اللي ما وصلت عند جول كان امتصت قوتها بس بتتنطط برضه. راح هو بقى فضربت بينزل عشان ياخدها فضربت عملت بند وداخل. فوصف الجول بهذا الوصف تاني يوم.